بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ورقتي تتعلق بالآثار التجنيس اقتصاديا. سأدخل في الورقة مباشرة لأنها سهلة وواضحة، وبالأرقام تعطي إجابة قاطعة واضحة بخطأ وبجريمة التجنيس بحق الوطن، كل الوطن، مهما تغلفت بعناوين طائفية، هي جريمة اليوم وغدا بحق كل مواطن بحريني، لأن هذه الأجيال القادمة هي أمانة في أعناقنا نحن اليوم، وبالتالي لابد من أن تكون هناك وقفة جريئة صريحة ضد عمليات التجنيس السرية. أول أثر هو حجم الاقتصاد. هل أن حجم الاقتصاد في البحرين يتحمل التجنيس، حتى التجنيس القانوني؟ هل هو فعلا هذا البلد يتحمل بحجم الموارد اللي عنده؟ فأول نقطة أثيرها أن هناك قلة موارد عند البحرين، وأنا اعتمدت في هذه النقطة. الأرقام أمامكم، حقل النفط والغاز كم ينتج؟ يعني احنا اليوم 80% من إنتاج النفط يأتي من حقل أبو سعفة، وأي خلل بسيط في حقل أبو سعفة يهز الاقتصاد البحريني. اعتماد البحرين على النفط يبلغ 87%، يعني من عندك 13% فقط إذا ممكن تنوع في الاقتصاد. 87% اعتماد اقتصادك على النفط، فأي هزة أو تدبدب في أسعار النفط تنعكس على اقتصاد البحرين. لكن أنا خلوني أدخل مقارنة بين البحرين ودول مجلس التعاون بحكم الجيرة والقربة والتاريخ. خلونا نقارن 4-5 عوامل. أريد أن أقارن البحرين بدول مجلس التعاون، وما هي سياسات مجلس التعاون بخصوص عمليات التجنيس. لاحظوا، أول معيار هو الدخل القومي، الناتج المحلي، كم تنتج. لاحظوا الأرقام أمامكم مقارنة، لا شك المملكة العربية السعودية هي الأكبر، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين، بعد لو في دولة ثانية بعد البحرين بتروح تحت. هذا تقريبا الناتج المحلي اللي ينتج في البحرين كاقتصاد. عدد السكان أيضا، أنا هني 1.3 أجانب وبحرينيين، أنا ما أتكلم عن العرب فقط، ومع ذلك البحرين تحت. النفط والغاز اللي تكلمنا عنه قبل شوي، لاحظوا الأرقام أمامكم مقارنة بدول مجلس التعاون، البحرين هي الأقل قياسا بدول مجلس التعاون. نفط مو موجود، غاز مو موجود، وموجود بمعنى يعني قياسا بما موجود من ثروات عند دول مجلس التعاون يعتبر لا شيء، حتى عن 0.5 تقريبا إذا أضفنا بعض الأرقام فيها. ولكن لاحظ بقية دول مجلس التعاون. على يمينك، على يمينكم هو الأويل برودكشن، الإنتاج، وعلى يساركم الاحتياطيات، الريزيرفد، لأن نتكلم عن المستقبل، كم تنتج اليوم وكم احتياطك للمستقبل. يعني عبث بالاقتصاد البحريني، أنت لا تملك نفط في المستقبل. هذه الدراسة، المصدر أمامكم، بنك قطر الوطني قام بدراسة اقتصادية عن دول مجلس التعاون، أنا أخذت اقتباسا منها بعض الأرقام المتعلقة بموضوعنا اليوم. واضح أن هناك خطر حقيقي في المستقبل، أنت ما عندك احتياطات نفطية ولا احتياطات للغاز في البحرين للمستقبل. فهذا النفط والناتج المحلي
الرسالة أنه هذه الموارد قلة ونادرة، وبالتالي زيادة أعباء أخرى على الاقتصاد البحريني هو عملية جنونية. هاي التعداد السكاني اللي تم في البحرين نشر، يراويكم عدد الأجانب، ويراويكم حتى الطفرات اللي حدثت. أنا هني يهمني تركيبة السكان في دول مجلس التعاون والقرارات المتعلقة بالتجنيس. لاحظوا المملكة العربية السعودية 69% مواطنين و 31% أجانب، الكويت 40% مواطنين 60% أجانب، البحرين 46% مواطنين و 54 أجانب حسب إحصائيات 2011، عمان 69-31 مثل السعودية، الإمارات 18 بقبال 82% أجانب، قطر 13% 87% أجانب. الكويت تجربة رائدة رغم قلة المواطنين، قانون التجنيس فيها حسب الدستور هناك لجنة وطنية مستقلة تعهد إليها تقديم طلبات الإسكان، ولا يجوز حسب مرسومهم حسب القانون تجنيس أكثر من 50 شخص في السنة. بعد الدراسة وفرز المعايير 50 أعلى رقم هو 50 شخص يجنس في السنة، وأيضا عملية شفافة أن تنشر هذه الأسماء في الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية، عملية شفافة تعطيك الأرقام الذين جنسوا وتنشر في الصحافة حتى يعرفونه. في البحرين كما سنلاحظ الأرقام سرية، لا يوجد رقم، وبالتالي هناك تفاوت في عملية الأرقام. هذه الأرقام التي أمامكم تدل بصورة واضحة يعني أنك أنت تحتاج إلى ضبط عملية التجنيس وليست عملية التجنيس العشوائي والتخريب في المنظومة الاجتماعية. هذه تقريبا أرقام للتجنيس. هني لفت انتباهي في 27 مايو 2004 في الفصل التشريعي الأول للمجلس النيابي، الأخوان فتحوا ملف التجنيس في البحرين، أستاذ نبي كان موجود في المجلس، وهذا التصريح الملفت اللي طبعا صار في صراخ في هذه الجلسة بحيث أن هناك كلام عن عملية التجنيس، فرئيس المجلس سيد خليفة الظهراني أراد أن طبعا ينهي عملية النقاش وأعطى العدد وطلب إقفال النقاش في الموضوع. هاي التصريح موجود في الجرائد، نشر في الجرائد في كل مكان. رئيس مجلس النواب كفانا ما سمعناه أمس من حديث يسيء لكل من حصل على الجنسية البحرينية، علينا مسؤوليات كثيرة، هناك ما يزيد على 120 ألف تجنسوا في العقود الأخيرة ويجب أن نصهرهم في المجتمع لصالح وطننا. 120 ألف متى؟ في 2004. يعني أنت تتكلم عن كم عدد؟ ساعات الواحد يقول أرقام تصعد إلى 200 ألف، واحد يقول معقولة 200 ألف؟ ليش؟ لأن الواحد يتكلم عن ما ينشر من أرقام عن عدد السكان. هل أرقام عدد السكان صحيحة؟ أنا شخصيا لدي شكوك في العملية الأرقام التي تطرح في الشارع، والدليل أن عندما سأل الشيخ علي سلمان في البرلمان 2006 كان على السكان في حدود 700 ألف، في الإجابة ارتفعت إلى 1,100,000 بجرة قلم. لا توجد عملية شفافة في تعالوا لجانب آخر. هاي طبعا يراويك اللي تكلم عنه الأخ عبد الله جناحي، لا أريد أن أكررها، بس هذا يراويك الإسقاطات اللي موجودة. المفروض هذا الخط البروجكتد البوبيليشنز هذا المفروض اللي هو يكون يمشي حسب 2.5 اللي هو الولادة الطبيعية ومعدل الولادة الطبيعية، بينما هو قفز أعلى باعتبار عملية التجنيس. هاي كذلك أرقام طبعا الحين تغيرت. الآن ندخل النقطة الرابعة وهي موضوع عمليات الدفن وتخريب البيئة الديموغرافية للبحرين
بيئة الدفان. شوف الأرقام أمامكم، الخارطة في سنة 1963 إلى 2005، وباللون البرتقالي ترون لون وعد، هذا يراويكم صورة الدفان اللي حدث في أراضي البحرين. وهي الكثافة السكانية، طبعا عمليات تجنيس أكثرها متواجدة في الرفاع والمحرق ومدينة حمد. البنك الدولي طرح في 2012 نسبة زيادة مساحة الأرض في البحرين، يعني من 2004 كان حوالي 730 كيلومتر مربع، الآن صعد إلى 760 كيلومتر مربع بفضل الدفان وشفط الرمال. وأين يذهب المال العام؟ هل يذهب إلى صندوق خزينة الدولة أم في جيوب المتنفذين؟ مساحات الزراعية، احنا عندنا قصور كمعارضة أن نرصد العمليات الزراعية الآن. لاحظوا في 2004 كان حوالي نسبة تقريبا 11% من مساحة البحرين هي مساحات زراعية، اليوم انخفض إلى 9.2 في 2008. يمكن الآن لو عندي إحصائيات في 2013 يمكن حسب المعدل نتكلم عن 7. يا أخي الشيء غير معقول، يعني 4 وزراء يجتمعون مع مجلس النواب عندما بدأت الحكومة تتحدث عن رفع الديزل 100 فلس، بصير 180 فلس في نهاية 2017. طبعا هي في سلة ضرائب الآن ستأتي، والحكومة مترددة في عملية التحرك، ولكن ضمن عملية خطوة خطوة، ضرائب على الديزل، ضرائب على النفط، ضرائب على المواد، إعادة توزيع المواد الغذائية، ضرائب على الكهرباء، ضرائب على الماء. تصريح رسمي طبعا لما يتكلمون عن أن هناك مبلغ قدره 1,126,000,000 تصرفه الدولة، هو كلام باطل. من المليار دينار و 126,000,000، 800,000,000 تذهب معونات للشركات حق الغاز الجي بي اي سي والبا، اسعار في الموازنه موجوده يحطونها في يخشونها ضمن عمليه المعونات، هي 800,000,000 في ميزانيه 2011 2012، 800,000,000 دينار في حدود 800,000,000 دينار في كل سنه تذهب معونات باعتبار سعر غاز مخفض، والباقي 300 و350 مليون دينار هي التي تذهب لمعونة جامعة البحرين، لمعونة اللحوم، لمعونة البعض. يقول لك لا، أنا أقدر لو أرفع سعر الكهرباء على المواطنين أو على الأجانب أقدر أحصل شوية ملايين. هم يعرفون أن لو حتى الكهرباء في البحرين تفرضها، لازم أخلص بسرعة. النقطة الخامسة، سبب رفضنا للتجنيس خطر الدين العام. الآن الدين العام وصل إلى 5 مليار، يعني 5 مليار رقم مو كبير، بس على البحرين خط أحمر. وعندما وصلنا إلى 5 مليار معناته الحكومة قاربت على الإفلاس، لأن اليوم نتكلم يعني مش كلام المعارضة، خلونا نترك كلام المعارضة، خلونا ناخذ كلام صندوق النقد الدولي IMF. شوف التصريح اللي مثير يعني جدا، تصريح IMF تقول أن تنامي الدين أصبح سيكون في عام 2018 لا يمكن معالجته، وتطرح سببين رئيسيين. السبب الأول لتنامي الدين العام إلى شغلتين، الديمستيك بوليتيكال فرونت، المشكلة السياسية العالقة في البحرين، والأسعار النفط أنا بخلص الحين. عندنا وين يروحون، وين أين تتم عملية التجنيس، وأين يكمن مكمن الخطورة؟ أغلب من يجنسون في الأمن، يعني أنا أتكلم عن معدل البطالة حسب الـ CIA وصل إلى 15%، تقريبا الآن في هناك جرائد رسمية تتحدث عن 20%. أكثر من 70,000 وعوائلهم يعملون في الأمن وتوابع الأمن،
هذا مو كلامي أنا، كلام صلاح البندر. شتم هاوس سوت ورقة كاملة عن بندر جيت، تقدرون ترجعون إليها، بندر جيت، تحط الأرقام اللي كتبت اللي تم نشرها. فأنت اليوم هناك إحدى الجاليات، يعني إحنا في المعارضة كما تحدث الأخوان سابقا، لسنا لا يوجد لدينا عداء ضد الذين جنسوا كأفراد وكشخصيات وكجاليات. المسؤولية لا تقع على هؤلاء، المسؤولية تقع على الدولة التي جنست هؤلاء وجعلتهم عبء اقتصادي واجتماعي وسياسي، واستخدمتهم كأوراق للعب بالانتخابات. لا، لكن لا يوجد عداء شخصي بين، ولذلك أنا في الأرقام الجاية الآن في موضوع الإسكان وموضوع الأراضي أنا ما ذكرت أسماء، احتراما إلى شخصيات الأسماء واحتراما لشخصيات العوائل واحتراما لبلدانهم. مشكلة المعارضة ليست مع من جنسوا، ولكن مع من جنسهم لأغراض سيئة. مثل ما قلنا هناك يعني الآن موازنة الأمن تحصد أكثر من 30%، يعني حتى على صعيد التوظيف عندك 15%. لو المواطنون يوظفون في الأمن مشكلة البطالة تنحل بالكامل. عندنا القنبلة الأخرى هي القنبلة الإسكانية. المصيبة هناك تصريحات رسمية، يعني وزير الإسكان في نوفمبر 2013 كان عنده مؤتمر في تركيا، ذكر أن هناك أكثر من 54,000 طلب إسكاني. طبعا هذه المشكلة لن تحل، لأن سنويا يدخل أو تزيد الطلبات سنويا تقدم لوزارة الإسكان بمعدل بين 4,000 ل6,000. هني وزير الإسكان الحالي يقول 4,000، وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم الخليفة يتحدث عن 6,000، وتتحدث وزارة الإسكان عن حاجتها ل300 مليون دينار سنويا فقط لبناء بيوت الإسكان، مش لوزارة الإسكان بدل السكن والموظفين، لبناء مشاريع الإسكان تحتاج وزارة الإسكان ل300 مليون دينار. أنا هني النقطة الأخيرة، الجزء السابع من آثار التجنيس. اليوم لدينا مجمعات سكنية معظمهم مجنسون. يعني أنا بطرح بس مثال واحد، أنا ما قدرت أعرضه في الباوربوينت لأن فيه أسماء ورقم المجمع ورقم البيت، وأنا يعني أحتفظ بخصوصية الأفراد. لكن هذا بس مجمع واحد فقط فيه 65 بيت كلهم مجنسون في منطقة المحرق. يعني هذا بس مجمع واحد موجود في المحرق كلهم مجنسون. هذه مجمعات أخرى. يعني هناك أيضا خطر آخر في موضوع المجمعات، في موضوع التجنيس. اليوم المجنسون لا بعد دخلوا، مو فقط أن الآن بيجي بيحصل على وظيفة وبيحصل على بيت سكن. يعني اليوم احنا نتكلم عن تكلفة اي شرطي تقريبا اجنبي من البحرين بين 1,500 دينار ل2,000 دينار شهريا، بين مأكل ومشرب وراتب وعلاوة خطر. طبعا اللي يحصل بعد بيت حط عليه سعر البيت 50,000 دينار، بيحصل طبعا بيت وبيجيب عوائله واضرب الارقام. الان لا، لدينا شيء اخر وهو موضوع شراء الاراضي، اشتروا بيع وتاجر الأراضي. يعني هذه تقريبا أرقام مساحات، أنا شلت بعد الأسماء وشلت حتى تصير بعد احتراما لشخصيات هذه نماذج في مختلف المناطق. أنا عندي شوي أوراق مال أملاك الدولة، في بعد أملاك المجنسين الآن مش بقصد ولا تتبعهم، ولكن متابعة إلى الاقتصاد الوطني وين تروح هذه الأموال. طبعا هناك أرقام أيضا تؤكد أن هناك الآن بعض الجاليات تقاعدوا في البحرين، يعني عملوا في البحرين، تقاعدوا، ذهبوا لبلدانهم، رواتبهم تذهب لهم
في بلدانهم. وشكراً.